مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم على البث المباشر من منطقة أنسي. هادشي اللي غتسمعوا مشاهدي قناة شوف تي في هو واحد الحاجة اللي كيضرب في الخاطر، هذه أول حاجة. ثانيا أنه خاص السلطات المعنية يعني تحل على خط هاد المهزلة اللي وقع هنا في هاد المنطقة، منطقة أنسي. سلام واحد يا كرتي. سلام واحد. تخيلوا مشروع مشاهدي قناة شوف تي في أنه واحد هنايا وسط ساكنة داير وسط مكازا اللي فيها يعني مكازا ديال التبويري، حنا عارفين التبويري اشنو كياخذوا منه، كياخذوا منه بزاف ديال الاغراض، ولكن ذوك الاغراض راه كيتجمعوا عليهم الطوبات، كيتجمعوا صراحه الزيت يعني الخوش بزاف ديال الكوش وريحه الخنز اللي كتقدر انها تضرب الساكنه، يعني مكازا في الاقامات المكانيه وسط الساكنه راه مستحيل انه تقبلوا العقل. علاش؟ لانه الناس كيكونوا ساكنين في ديورهم حتى كيوليو طلع عليهم الطوبات، طلع عليهم الخوش الى اخره. عليكم السلام اختي. اختي هاد السيدة تعدى بزاف علينا، راه الزنقة كاملة كتشكي منه، راه 12 شاهد اللي كاين، 12 شاهد، خمسة الشكايات اللي داروا، هاد السيدة هادا تاغي بزاف، تعدى علينا لواحد الدرجة ما كايناش، صيفط لي خويا السبيطار، لاحوا لينا في السبيطار، وخويا أنا ماشي مريض، وخلينا أنا نصرفوا عليه، ودابا بداية شرح لنا الأصل ديال المشكل، أشنو واقع؟ هبطنا باش نهضروا معاه. على اساس باش بحال اي وحده ضرات غتبغي تهضر مع السي مول مكازا باش تهضر معاه بلاتي هي احسن. دابا غير شرحي لنا هو اشنو داير لكم. دابا هاد السيد هذا دارنا اول حاجه بالخنز، ثاني حاجه الطوبات، وثالث حاجه ما كيعطيكش حتى وقت فين تهضري معاه، باش تهضري معاه باش بلاتي هي احسن بينك وبينه، ما كيخليكش تهضري. هو ديال داكشي ديال التبويعيره الخنز، كاع الناس كتشكى منه، ريحه الصداع عاوتاني الصداع، كاين كاميو ديال الحديد، كاين كاميو ديال الميكا، عندي تصاور عندي فيديوهات، وكاين كاميو ديال الخبز يا ربي تسمح لي نعمه الله راه دارينها ماشي حتى نعمه الله، حاشا واش تمثل بالزبل نعمه الله ولا حاشاك ما تشوفيش فيها. هاد السيد حكى علينا بزاف، وحنا كنا عند خويا في السبيطار، خويا مشينا عنده، ملي نعس خويا في السبيطار وحنا عنده، ملي نعس خويا في السبيطار وحنا طلع هبط. السيدة اختي داير مكازا ديال التبويعيرة. ديال التبويعيرة. كيجيبوا داكشي كامل ديال التبويعيرة. أي حاجة كيما تكون نوعها كيجيبوها لي. هذه واش خارجة على كازا ولا في الوسط ديال الساكنة؟ واختي راه في كازا، راه في أناس، راه في المشروع ديال أناسي، راه أحسن. سميت المنطقة هنا. هاد البلاصة هادي السلام واحد شاطر السي. زنقة 10 رقم 32، هاد البلاصة هادي راه كاع الناس شاكية بها، ما عندي الورق، عندي الدليل، عندي كلشي. حنا خويا ملي نعسوا لينا في السبيطار، لاحوا لينا في السبيطار، وحنا كنمشيو عند خويا يوميا، كنمشيو عند خويا. ضرب خويا لودنو، خمج ليه ودنو، لاحوا لينا في السبيطار، وحنا ملاهين مع خونا، زاد كملنا وجملنا، مشى ديك راه بيا أنا، وأنا ما كايناش، ديك راه بختي وختي ما كانتش، ديك راه ليا بولدي وببنتي، حنا مليون، حنا كاين عند خويا في السبيطار كندور ليه الشبكة والسكانير، تجاتنا السيدعة. بغينا نعرفوا هاد السيد علاش داك رابين، علاش جاتنا السيده، اشنو درنا ليه؟ هو ضاربنا ومعدي علينا وضارب لينا خونا، وفوق من هادشي كامل شاكي بينا. بغينا نعرفوا هاد السيد الحموشي فينا هو، فينك ها السيد الحموشي؟ واه السيد الوكيل وانت فينك؟ اختي عيب شويه عليك، عيب شويه عليك، حنا كنتفهموا هاد الحاله ديال الغضب ديالك، ولكن نحاولوا نهضروا بالهضره ديال المعقول والهضره اللي غتقدر توصل للناس المسؤولين. دابا هاد السيد عنده رخصه، عنده رخصه ديال ما انا ما عندوش رخصه، ما عنده حتى شي رخصه، ما عنده حتى شي رخصه، ما عنده حتى شي رخصه، ما عنده. الزباله الميريكان كاينه هنايا كثر من زباله الميريكان، والخنز عاش سيدنا، الله يخلينا سيدنا، الله يخلينا سيدنا. هاد السيد حقر علينا بزاف، وفات الحدود كاع الناس شاهده معايا. امتى اختي داير هاد المكازا هنايا؟ هاد المكازا تقريبا اختي راه باش دارها، راه دابا طالع في عام، راه ملي دارها راه الناس كلها معانا، راه ماشي ما كاينش شي واحد اللي ساكت، كلهم نايضين، الناس حاضرين. ها هما الوراق، عندي تصاور، عندي الفيديوهات، عندي كلشي، عندي راه بزاف. هاد السيد هذا راه شوف الحمير، وشوف الكراس، وشوف. اما في الليل راه عسكيريه كيجيو، عسكيريه راه الزبل عنده البلاصه، عنده البلاصه ديالو، الزبل عنده القانون ديالو. حنا ساكنين، حنا ساكنين في المشروع السلام واحد قدام الاقامه ديال العمران، راه هنا باقي البرط ماش ما تباعوش، باقي هنا البرط ماش، باقي 12 برط ما باقا ماش باعتش. فاش كيضركم هذا الشيء ديال كيدورنا اختي في هذا الشيء في الخنز وفي الشماكري؟ انا خايفه على ولادي، بعد المرات كنمشي عند خويا السبيطار كنخلي بنتي بوحدها في الدار عندها 12 عام،
راه ما يمكنش غنخلي بنتي بوحدها وعندها 12 عام كنخاف عليها، راه كل دقيقه كنصوني على بنتي، وفي الليل عاوتاني كتبغي تخرج بنتي تبغي تشري شي حاجه كنخاف عليها من الشماكريه. راه بزاف هاد السيد، راه فات القانون، راه فات القانون، والله يخلي لنا سيدنا، عاش سيدنا. مشاهدي قناة شوف تيفي كما كتشوفوا نحن نناشد يعني السلطات المعنية بالعاجل في هذه المكازا هذه اللي كتشوفوا اللي الناس دايرين فيها يعني داكشي ديال التبوعير والعاجل في هذه المنطقة هذه. فلقاكم مشاهدي قناة شوف تيفي في بث مباشر آخر، إلى اللقاء.